الولايات الكندية، وهم أجمعنا أن الآن هي ساعة الغروب. ساعة الغروب طبعاً الأحياء هكذا كلها نظمها هذا الشكل.
نفس النظام الكندي، نفس النظام الأمريكي، نفس التشكيلات. والله كأنك يعني اللي راح أمريكا ويجي كندا يقول كأننا في أمريكا، ولا في كندا ويروح أمريكا يقول كأننا في كندا. سبحان الله، هذا مسلمين كذلك ما شاء الله جميل. يعني متوسطة أو ابتدائية، مدارس سنة مضخمة اسمها حاجة فاخرة، يعني موفرين لها كل شيء تقريبا. يعني شوف في مدارس الخليج نفس السعودية، يعني نفس الشغل حق المدارس والتكوينات والهذا، اعتناء يعني اعتناء بالطالب ما شاء الله. ما نطلع الرشارة الرئيسية، هذا الشارع الرئيسي. مش رئيسي مرة يعني، بس اعتبر من الشوارع المهمة الذي يؤدي إلى شارع أهم منها. هذا الشارع يسمى جيرنر، نصه جيرنر، ومن الجهة اللي يعني يمشي فيها شوي يتحول إلى رايمال. بعض الشوارع هكذا نص يتحول إلى اسم آخر. خبر سبحان الله جنة، البلاد خضراء كلها لا إله إلا الله. أمطار اليوم الصباح من 7 للعصر بس عليه وقفت، لكن كيف جنة سبحان الله العظيم. برد، والله حسيت البرد.
حوسه الصوت الهواء ما ادري تسمعوا لي او ما ادري. ومع ذلك عملنا لهم لفه في بارت من جزء من اجزاء مدينه هاملتون يسمى لانكستر. بساطة البيوت تكون تكون جمالية المدينة، يعني بيوت خشبية بس مرتبة، وهذا عماير من هذا العماير على الشبك الأبراج والهذا أيضا ممتازة بنفس الوقت. خلاص بس شارع بارادايس، وهذا شارع غارث اللي كنا ندخل على بارادايس بعدها غيرت رأيي. هذا الآن اسمه شارع رايمال. الشمالية ثلجية كلها، يعني البرد عندهم والصيف عندهم زي بداية الدفيع، بداية الصيف بداية الصيف ولا ما فيش. يلا خير إن شاء الله نلقاكم على خير.